يعطيكم العافية. اليوم راح أحكي عن الـ CBCT اللي هي التصوير ثلاثي الأبعاد اللي بيتم داخل العيادة. بالنسبة للتصوير ثلاثي الأبعاد عادة تجينا بهذا الشكل. طبعا هي احنا عندنا عادة بنصور اللي هي الـ 2D أو اللي هي ثنائية البعد زي البانوراما. بالنسبة للبانوراما بكون في عنا مشاكل فيها انه بتيجي صور بتكون سوبر امبوزد، يعني بكون الاشياء جاي فوق بعض، فاحنا ما بنقدر ان نعرف نميز 100% الشكل او الحجم او الثيكنس للستراكشر اللي موجود او الباثولوجي اللي بيكون موجود. لذلك نحتاج ان نعمل موداليتي جديده او طريقه جديده اللي هي عندنا CBCT. بالنسبه للCBCT هي كان في قبل كنا نعمل احنا CT او الميديكال CT اللي هي الصور المقطعيه اللي بنعملها بتكون عن طريق الاشعه اللي في المستشفى، لكن اجت CBCT وكانت اعطتنا فوائد احسن من الميديكال CT. انه اولا انه هذه بيكون فيها الدوز قليل، فعندنا احنا الدوز اللي بتعرض له او كميه الاشعاع اللي بتعرض له المريض في الميديكال CT تكون عاليه، لذلك يعني له ليميتد او كميات محدوده او مرات محدوده في السنه انه يقدر يعملها. اما CBCT فالدوز بيكون اقل، فهذا بيكون مناسب اكثر بالنسبه للمرضى. ثانيا الكوست السعر بالنسبه لها بيكون اقل، وكمان الاكسسبيليتي هلا صارت متوفره متواجده CBCT في عيادات، صارت تلاقيها في عيادات الاسنان. اما الميديكال CT فبتحتاج الى تجهيزات خاصه اللي هي زي المستشفى او المراكز الاشعه الكبيره. عندنا احنا في CBCT بيكون عندنا الاكوزيشن او تاخذ الصوره، طبعا هي بتكون ككون وبتاخذ ان وان سويب، بتاخذ المنطقه المراد تصويرها. مثلا احنا عندنا منطقه الفم، وبعدين احنا عن طريق السوفت وير بنقدر ان نعمل سلايزنج ونشكل، ناخذ السلايز والانجليشن والميلان اللي بدنا اياه احنا. فغير عن انه الصوره هذيك الميديكال CT كانت تتاخذ باي سلايد فبتحتاج وقت اكبر، اما هاي لا بتتاخذ بوان سويب زي ما حكينا. فهون احنا بنقدر نقسم ونصير نعمل على نطلع المكان اللي بدنا اياه ونشوفه من زوايا مختلفه. في بلد تقريبا في سنه ال 2000 وبلد تطور شوي شوي لحد ما وصلت للطريقه اللي بنستعملها فيها الان. كانت تنعمل للانجيوغرافي وبعدين تطورت وصارت للدنتال وصار استخدامها واسع جدا وضروري في بعض الحالات خصوصا في الزراعة، حتى نحدد كمية العظم والثيكنس، وحتى صرنا بنقدر نشوف كثافة العظم كمان عن طريق الكومبي. في عندي أنا بتعطيني عندنا 3 بلينز اللي بنشتغل عليهم أو بنعمل عليهم الكات. ففي عندنا البلين اللي بيقسم الجسم من النص ميد لاين أو أي خط بيقسم الجسم لا يمين وشمال، أوكي، أو ميديال ولاترال ميزيال ديستال، هذا بنسميه الميد لاين. فبيقسم لي الخط هذا من لاين بنسميه الميد ساجيتال بلين. فالساجيتال اللي هو بيقسم اي خط بيكون بيقسم ليمين وشمال. في عندي الكورونال، الكورونال الخط اللي بيقسم لي او البلين اللي بيقسم لي الجسم لامامي وخلفي، ففي مقاطع تقسم فبنسميه هذا كورونال. في عندنا الاكسل اللي هو بيكون افقي، فهذا بيقسم الجسم لخطوط ممكن انه يصير في عندي اللي هو سوبيريور وانفيريور. كل ما انا نزلت كل ما نزلت انفيريور واخذت سلايد او شريحه سفليه بالنسبه للساجيتال بلين. فاذا عندنا الاكسل وعندنا الساجيتال وعندنا الكورونال.
عندنا مثلا الاكسل زي ما احنا شايفين في هذه الصوره فبي اس ام اند بلين، وانا اخذت الشريحه من هون الصيد فبشوف الصوره بهذا الشكل. كل ما انزل لتحت كل ما نزلت انفيريوري، كل ما طلعت لفوق كل ما طلعت سوبريوري. برضو عندي الكورونال، الكورونال بتقسم لي اياها اذا القطعه بتجي من بتقسم للجسم لانتيريور وبوستيريور، فكل ما كانت القطعه مشت لقدام كل ما مشت اعطتني انتيريور كات، كل ما رجعت فيها لورا بتعطيني بوستيريور كات وبتظهر بهذا الشكل. اللي حكينا السجيتال اذا هي من اللي بتقسم يمين وشمال، فعندي ماني كاتس بتقسم فتعطيني بهذا الشكل. كل ما امشي انا مثلا توارد ميد لاين انا بمشي ميديالي، ابعد عن الميد لاين فانا بمشي لاترالي. فوليوم ريندرينج ايمجز اللي هي انا بقدر اعمل منها او بتجيني على شكل 3D فتعطيني الصوره ب 3D في بقدر اشوف صوره 3D. فأكثر شيء احنا بنستعمله الان طبعا بالنسبه للامبلانت بنقدر نشوف العظم، بنقدر نشوف الثيكنس، بنشوف الطول، بنقدر نرسم النيرف، بنقدر نعرف كم احنا بعيدين عن النيرف او الفيتال ستراكشرز، وبيسهل العمليه كمان. ممكن ان احنا نصير نعمل البلانينج، هذا بخلينا نعمل جود بلانينج، ممكن ان نعمل كونستراكشن للسيرجيكال جايد بحيث انه انا اقدر اعرف وين الزرعه بدها كيف بدي احط لها، وين بدي احطها، الدريلينج، الانجليشن، الميلان تبع الدريلينج، الحفر، وكمان المكان تبع الكرونز. انا ممكن اني اجهز الكرونز هلا قبل العمليه نفسها لان انا عارف الزرعه وين بدها تكون، وعارف السوفت تيشو لما عملت ميرج مع السكانينج مع ال 3D مع الكون بيم سي تي سكان، فبيعطيني فكره وين بدها تكون الاسنان، فبقدر ممكن احضر الاسنان واجهز الاسنان قبل ما ابدا في عمليه الزراعه. لان احنا بنقدر نشوف عندي الطول، كم انا عندي الطول، كم عندي ثيكنس، بشوف ثيكنس العظم كم، كم انا بعيد عن الفيتال ستراكشر بقدر كل هذا اشوفه، كمان انا كم بين الليبيال واللينجوال بليت، كم في عندي انا مسافه، بقدر اشوف كم الثيكنس تبع الكورتيكال، برضو المسافه اللي بين السن والسن، كم انا عندي عظم بين الاسنان. طبعا كثافه العظم اللي هي بونس فيلد سكيل او الاتش يو، بقدر اشوف كم كثافه العظم حسب في السوفت وير، اي نقطه بحط عليها وبيعطيني هون كثافه العظم بتكون بهذا المقدار، فبعرف الكواليتي تبع البون اللي انا راح ازرع فيه. العصب طبعا انا بشوف انا منتل فورامين مكان خروج العصب، مرات بيكون في عندي انوماليز مثلا ممكن يكون عندي اكثر من فتحه، هاي ما راح اقدر اشوفها الا يعني في صوره مثل هيك. مرات في عندي حالات بيكون في انا عندي العصب يعني القناه وهي بتخرج من عند المنتل فورامين ما بتكون مبينه على صوره البانوراما، القناه نفسها مش الفورامين، فما بتكون مبينه. مرات بتكون احنا الزرعه ممكن تكون قريبه عليها او داخله عليها واحنا مش عارفين، لكن صوره السي بي سي تي بتعطيني اياها بالضبط وممكن اشوف اذا انا كنت قريب من العصب او جاي على العصب. كمان حتى يعني لو مرات بكون في الزرعه ممكن تطلع ودخلت مثلا في الساينس، هذا بيحدد لي لو اخذ في السي بي سي تي مكانها بالضبط، غير عن اني لما اخذ في 2 دايمنشن مش راح اعرف وين هي البعد تبعها داخل الساينس، فبتساعد وتكون تعطينا حل كبير. الاستعمالات في عنا غير الزراعه بنقدر نستعملها في اشياء كثير في طب الاسنان، عندنا مثلا كيف نقيم التي ام جي، صور لها خاصه والابعاد تبعتها، الامباكت تيث وكم البعد بين العصب وعلاقه الامباكتد او الضرس المطمور مع الانفيريور الفيرونيل او العصب، كمان البوزيشن تبعه كم بعده عن الكورتيكال بون، كم بعده عن الاسسمنت كمان للاير واي
مجاري التنفسية حتى الناس اللي يكون عندهم صعوبة في التنفس أثناء النوم، الأورثوجنتيك سيرجري لتقييم الأسنان. فاستعمالاتها كثيرة في طب الأسنان. نقدر زي نشوف إحنا كيف إحنا هنا ممكن إن نغير في الكونتراست تبع الصورة، نقدر نشوفها على شكل ممكن تكون 3D، نشوفها زي صورة أشعة، أو إنها تكون زي كأنها مصلوبة، أو إنها تكون كشكل عظم. نقدر نختار الكونتراست اللي بناسبنا حتى نشوف ال3D. احنا ممكن ان نشوف مثلا نطلع على الاكسل ونشوفها كيف على الكورونا من نفس التحريك بتحرك معي كل السكشنز اللي موجودة. بعدين انا بحطها على، ممكن احطها ارسم النيرف حتى اني انا بدي اقيم بدي اعمل زراعة مثلا، فممكن اخذها والفها عن طريق مثلا السجيتال فتعطيني قص للمانديبول من الوسط، فبكون شايف النيرف كيف بيمشي، برسمه وبيكون بلون معين بحيث انه يكون واضح عندي. بعدين بعد ما رسمت النيرف انا بقدر اني اروح اعمل سلايزنج واقطع الاكسيال مثلا من هون حتى انه اقدر اشوفها كل سلايز لوحدها وابنيهم مع بعض يعطوني شكل زي صورة البانوراما اللي احنا متعودين عليها. فنقدر من هون نعرف ايش علاقة الكم عندي، كمية العظم، المنطقة السلايز اللي بدي ادرس عليها وبحط فيها الزرعة، بقدر اني اكبرها وابدأ اقيس المسافات، كم انا عندي بعد عن العصب، كم عندي العرض، حتى اني اختار الزرعة اللي بتناسب كحجم. بعدين أنا عندي مجموعة من الزرعات بتكون موجودة في البرنامج نفسه، بروح بختار واحدة من الزرعات وبحطها في المكان وببدأ أعملها adjustment حد ما إنه أحطها في المكان المطلوب. هذه الزرعة بقدر الحواف تبعتها إني ألونها حتى إنها تكون واضحة ومبين وأعرف كل كم عندي عظم من جميع الجهات. بعد ما أحط الزرعة ممكن كمان أختار الأباطمنت اللي يركب فوق الزرعة وأحط الأباطمنت فوقه وأختار له برضو لون إنه يناسبه حتى إني أعرف إنه هذا الأباطمنت. بعدين خلصت أنا مع الزرعات، صرت أنا عارف كيف الزرعة وحجمها واتجاهها كيف بدها تنحط والأباطمنت اللي فوقها، وكمان ممكن إني أختار السن وأحط السن فوقها وتطلع لي كاملة مع السن. وكمان هون إذا كان في عندي مجموعة من الزرعات فممكن إني أعمل أختار سيرجيكال جايد، وهو اللي كيف بده يعطيني كيف بده أحفر استعمل السليفز بكون عليه زي الاعناق على السيرجيكال جايد بحيث اني احفر ووصلني هو يمشيني في الاتجاه الصح وفي الطول الصح ويوقف عند الطول المطلوب. فهنا بكون انا عارف عند الجراحه لما اعمل السيرجيكال جايد كيف اني راح ازرع، وين اتجاه الزرعات، وين مكانهم. لذلك ممكن اني كمان اجهز الكراون اللي بده يركب فوقهم اللي هو التركيب اللي بده يركب فوقه، لانه احنا عارفين مكان الزرعات وين بدهم ينحطوا ثابت المكان، فبنقدر نجهز الاسنان ونركبهم بعد الزراعه مباشره. انا رسمت العصب، فهذا هذا طبعا اسمه بروجكت، اشتغلت سويت قص عملت المقاسات كل اشي بقدر اعمله سيف اوكي واطلعه كبروجكت كامل، فبعمله سيف. كمان بعمله سيف مع السوفت وير بحيث انه اذا كان المريض بده ياخذ هذا السوفت وير ووريه لاي طبيب بيقدر ياخذه ويشوف كل الشغل اللي اشتغلته انا عليه يظهر مع السوفت وير اللي سويت له اياه انا.
كمان ممكن اني اعمل زي التقارير، اخذ الصور اللي بدي اياها، ممكن اي صوره اي مكان اني اصوره لوحده او اخذه واحطه في ريبورت، واقدر اطلع باسم اي صور اللي بدي اياها اطلعها واعملها برينت اوت وتطلع في كريبورت تطبع تبعها. كمان ممكن اني انا احول الدايكون فايلز هاي ل STL فايل، بحيث اني كنت انا بدي مثلا اعمل برينت اوت للفك حتى انا مثلا اتدرب عليه على الزراعه، فممكن اعمل له برينت اوت احوله ل STL فايل وبعدين نعمل له برينت اوت على 3D برينتر، فبيطلع عندي شكل الفك ان كان الفك العلوي ولا الفك السفلي. بنقدر نعمل عليه السيرجيكال جايد، بنقدر نعمل عليه البراكتس، نكون عارفين كيف نشتغل وعارفين السماكه ونتدرب عليها اذا كنا احنا محتاجين لهذا الشيء. هذا يعني تقريبا شرح مبدئي عن السي بي سي تي، لها استعمالات كثير ومفيده جدا، وصارت الان ضرورية لعملية الزراعة. فأتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.